واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده ما فيش هنا ستات، لكن يعني هيكون عندنا حلقه نتمنى ان تكون مميزه عن سينما البسطاء. عاطف الطيب، عاطف الطيب هو حلقتنا النهارده اللي هيكون معانا فيها الناقد السيناريست والكاتب الكبير بشير الديك، وطبعا صديقنا طارق الشناوي. كيف كان يرى عاطف الطيب الناس بعيون مختلفة، وكيف كان يقدم السينما بعيون المصريين البسطاء؟ ده هيكون جزء كبير من حلقتنا. قبلها هيكون معانا كابتن اسلام الشاطر، لاعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي. كابتن اسلام الشاطر انضم لفريق سي بي سي اكسترا، وهيقدم برنامج من السبت الاربع الساعه 11 اكسترا تايم. هنشوف ايه اخبار البرنامج ده بعد قليل، ربع ساعه سريعه من الاخبار، ويكون معنا كابتن اسلام الشاطر. خلونا نبدا من الامارات، وبالذات من ابو ظبي، حيث وصل الرئيس السيسي والتقى باشقائه من شيوخ دوله الامارات، شيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدوله، وايضا شيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه. هذه الزياره السابعه للرئيس السيسي لدولة الإمارات. العلاقات بين مصر والإمارات علاقات حميمة جدا، دافئة جدا. الرئيس السيسي كان في عمان في زيارة مهمة، هي الأولى لرئيس مصري منذ 2009، والأولى للرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة. نهاية لقاءاتها بعد طبعا لقاءات السلطان قابوس واستقبال حافل حيوي وأسطوري للرئيس في مسقط، كانت نهاية ختام الزيارة كان مع عدد كبير جدا من رجال الأعمال، رجال وسيدات الأعمال. اللقطة المهمة بقى الحقيقة في الإمارات، في زيارة الإمارات، هي الفيديوهات اللي بدأت يعني تنتشر في كل مواقع التواصل الاجتماعي عن يعني الجولة التي قام بها شيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي. فين؟ في أحد مولات أبو ظبي، مول ياس في أبو ظبي. حراسة تقريبا مختفية مش موجودة، والرئيس والرئيس ومحمد بن زايد، شيخ محمد بن زايد ماشيين في المول. هنرجع نسمع تاني الجزء ده، لكن دي لقطات أولى من الجولة الرائعة اللي بين شيخ محمد بن زايد وبين الرئيس السيسي في مول ياس بأبو ظبي، تقريبا بلا حراسة، بيتمشوا بشكل طبيعي جدا، بيقعدوا على كافيه، يعني حتى مش ريستوران، مش مدعي لك دائما جزاك الله خير، الله يوفقك. نعم، بيقعدوا في كافيه بسيط جدا، معرفش بيشربوا ايه، شكلهم بيشربوا اكسبريسو، وبتيجي الست تقول لهم عايزين تاكلوا ايه وعايزين تشربوا ايه، والعالم كله بقى بيصورهم، وواحد مشاير اللي حاطط ده على السوشيال ميديا بيقول لك الله يحفظك يا ابو خالد. ابو خالد طبعا هو شيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي. الفيديوهات دي بقى منتشره في كل مكان، يعني تفتح السوشيال ميديا مش هتلاقي الا فيديوهات وصور الرئيس السيسي ومحمد بن زايد. وتخيل انت نفسك ماشي في مول عادي جدا، رايح تشتري حاجات لاولادك في ابو ظبي ودبي، جزء مهم جدا من الفسحه هو ان انت تتجول في المولات، لان المولات فعلا رائعه وجميله. فتخيل ان انت ماشي في مول كده تلاقي مش بس حكام الامارات، لكن تلاقي حكام الامارات يعني ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري السيسي. الحقيقه شيء يعني طبعا بتبقى مفاجاه جميله جدا. بس خليني اقول لكم حاجه عن حكام الامارات، وانا عشت هناك سنتين، علاقتي بيهم علاقة فوق الممتازة. بالنسبة لي هم مش بس حكام لدولة الامارات، لكن دايما عندي شعور باخوة يعني قوية جدا معهم. موقفهم معايا انا شخصيا في 30 يونيو، موقفهم مع مصر في 30 يونيو، يعني شيء لا يمكن ان احنا ننساه. لكن حكام دولة الامارات، انا كنت عايشة في دبي، كان ممكن تتمشى في اي مكان تلاقي شيخ محمد بن راشد، شيء طبيعي. يعني المشهد بتاع شيخ محمد بن زايد ده مش مشهد متفرد النهارده،
ده مشهد عادي جدا في الامارات سواء في دبي او ابو ظبي، وطبعا في الشارقه في كل في عجمان في كل الامارات، لكن انا بتكلم على الامارات الكبرى ابو ظبي العاصمه ودبي. كان عادي جدا ان انت تتمشى في اي مول في شوارع، تروح فندق مثلا انا مثلا كنت في كنا في رمضان في بعد 30 يونيو كنا بنتغدى في احد الفنادق، فاذا بالترابيزه اللي ورانا شيخ محمد بن زايد عفوا بنفطر بيقولوا بنتغدى ازاي، كنا بنفطر في رمضان فاذا الترابيزه اللي ورانا شيخ محمد بن زايد شيخ محمد بن راشد وكل حكام دوله الامارات، فعادي جدا بيقوموا بنسلم على بعض، والحقيقه ان هم يعني كرم اخلاقهم ان هم بييجوا هم نفسهم ييجوا يسلموا علينا لما بيعرفوا ان احنا موجودين. فالحقيقه انه يعني مشهد تجول حكام دولة الإمارات في شوارع بلدهم في يعني أماكن كثيرة من بلادهم ده مشهد طبيعي. نيجي بقى المشهد الرئيس السيسي، الحقيقة أنه هذا المشهد له مجموعة معاني، معلش أنا بقرأ المشاهد بشكل سياسي أكتر من مجرد شكل عادي. واحد، العلاقة الوثيقة الوطيدة بين العلاقة الشخصية، هنا أنا ما بتكلمش بس على العلاقة الرسمية بين مصر والإمارات، أنا بتكلم أيضا على العلاقة الشخصية الوطيدة بين الرئيس السيسي وشيخ محمد بن زايد، وطبعا مع شيخ محمد بن راشد، لكن هذه علاقة أخوة وطيدة جدا، يعني ما لا يعرف ما يعني اللي معروف عنها واللي لا يمكن ان هو يتحكي يمكن اكتر كتير من الجزء الرسمي اللي هو بيتم يعني ذكره، فهي علاقة وطيدة جدا، واضح جدا في الكلام اللي بينهم، في طريقة الكلام اللي بينهم، في صور كتيرة في الحوار بينهم ان هذه علاقة مهمة، هذه علاقة وطيدة. الصورة دي ايضا لدحر اي محاولة تشكيك في أي وقت من الأوقات للعلاقة بين مصر والإمارات. هو الحقيقة اليومين دول العلاقة في أفضل حالاتها، لكن كتير جدا بقى تطلع إشاعات وكلام وحكايات كالعادة، وبيكون مصدرها طبعا محاولات تشكيك من جماعة الإخوان ومن أعداء هذا الوطن أو أعداء دولة الإمارات أو أعداء منطقة الخليج عموما للتشكيك في هذه العلاقة. هذه الصور أيضا لها مغزى آخر، هو ما تحاولوش تشككوا في هذه العلاقة، هذه العلاقة أقوى كثيرا من مما يتخيل البعض ومما يتخيل كارهي حتى هذه الأنظمة. كمان الأريحية، فكرة أنه الاثنين نازلين لابسين لبس عادي وبيتمشوا في المول، الحقيقة أنه يعني مشهد جميل، وأن هم راحوا قعدوا وسط الناس على كافيه، انا ده مش ريستوران كبير، ده كافيه اهو، البنت بتقدم لهم المنيو، شوفوا عايزين تشربوا ايه، ويعني انا عايز اشوف تاني بقى المواطن الاماراتي الكريم اللي قابل الرئيس السيسي وقال له احنا بنحب مصر، اعتقد ده لقطه قادمه، والحقيقه انه ده برضو مش غريب على نسمع عندي كثير امن وامان المسلمين كلهم ويحفظ مصر واهلها، والله ادعي لك وادعي لك دائما جزاك الله خير الله يوفقك احمد الكسوف. نعم هنا بيقول للرئيس، بيقابل الرئيس عادي بيقول له يحفظ مصر واهلها وبدعي لك واحنا بنحب مصر، وطبعا شيخ محمد بن زايد وهو ماشي بيقول له انت مين؟ قول لي اسمك انت مين؟ هي العلاقه المباشره. والله ادعي لك وادعي لك دائما جزاك الله خير الله يوفقك اسمك احمد الكسوف. نعم العلاقة المباشرة أهمية جدا، العلاقة المباشرة الحميمة بين الحاكم وأهل بلده، إنه ينزل يقابل الناس، يقعد وسطهم، يسمع كلامهم، يسمع صوتهم، يسلم عليهم، ده بيعمل بين الناس وبين القادة إحساس الحقيقة عظيم جدا من كسر الجمود بتاع العلاقة الرسمية كده، وده جزء من يعني الحقيقة ذكاء حكام دولة الإمارات. لكن طبعا أنه الشعب الإماراتي شعب بيحبنا جدا وإحنا بنحبهم بشكل كبير أيضا، فالمشاعر اللي قالها هذا الشخص اللي اسمه أحمد اللي أنا بحييه هي مشاعر صادقة جميلة
يعني من مواطن اماراتي بيحب بلد بيحب بلدنا وبيقول لنا ان هو بيدعي لنا دايما وبيدعي للرئيس السيسي دايما. اذا هذه صور ليست مجرد صور عابره لجوله في المول، لا، دي صور بتؤكد الامن والامان اولا في دوله الامارات، ان الناس دي تقدر تتجول طبعا في حراسه بس من بعيد، تؤكد العلاقة الشخصية بين الرئيس السيسي وشيخ محمد بن زايد، بتؤكد أيضا العلاقة المهمة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات. صور جميلة جدا، ويعني أكيد أنا الفيسبوك وتويتر كل السوشيال ميديا ناس كتيرة جدا بقى كانت بتصور. بقول لك يعني تخيل إن أنت ماشي فتلاقي فجأة ده مش بس شيخ محمد بن زايد، ده شيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي أيضا في أبو ظبي. فالحقيقة إنه يعني مشهد جميل وصور مهمة جدا، ولا فضوا بقى المول ولا وسعوا ولا عمل، ناس عادية جدا ماشية كده وفي واحد اهو قرب منهم وكله زي الفل. في طبعا حراسة اكيد، يعني مش عايزين نقول بلا حراسة، في حراسة ولكن زي ما احنا شايفين هي حراسة بسيطة يعني كده للرئيس. و اكيد كلنا نفسنا نحط مايك ونعرف بيقولوا ايه. طيب سريعا بقى، موجة الهبوط العنيفة التي ضربت البورصات في العالم، طالت البورصة المصرية. البورصة المصرية برغم عدم ارتباطها بشكل كبير لكن كانت الاكثر تراجعا في بورصات منطقة الشرق الاوسط، 1.7% تراجع للبورصة المصرية، ده يعني خسائر بحوالي 20 مليار جنيه مصري. بورصة السعودية تراجعت 1.6، بودوباي 1.5. ده طبعا في اعقاب التراجع الكبير اللي لحق بالبورصات الاجنبية بدءا من وول ستريت والداو وستاندرد اند بولز اللي تراجعوا يوم الاثنين امس. النهارده حصلت يعني ردت البورصات شويه، لكن من امبارح كان في طبعا التراجع الاكبر من 6 سنوات في امريكا كنسبه مئويه، والاكبر قيمه منذ 2008. الحقيقه انه يعني الكبار طبقا لرويترز الكبار خسروا، ال 500 الكبار يعني خسروا 100 في ثرواتهم 114 مليار دولار. وارن بافيت لوحده المستثمر الاكبر في ويلز فارجو اللي هي المؤسسه المصرفيه الاكثر تاثيرا في ستاندرد اند بولز، خسر لوحده كام؟ خسر 5 مليار دولار لوحده في يوم واحد، ده وارن بافيت. ال 500 الكبار بقى خسروا امبارح 114 مليار دولار. طبعا ويلز فارجو رجع فجأة 9%. أسباب كتيرة جدا لهذه التراجعات. معي على الهاتف الأستاذ أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة رأس مالها لإدارة الأصول. مساء الخير أستاذ أحمد. سريع أسباب التراجع في أو الانهيارات اللي حصلت في بورصات الأجنبية امبارح، وليه ما فيش بانيك؟ هو ما فيش بانيك، هو في إحساس إنها كوركتيف موف. بالظبط كده يا فندم زي ما حضرتك بتقولي. هو طبعا البورصه الامريكيه في صعود مستمر بقالها كذا سنه، ويمكن حده الصعود زادت قوي في خلال الشهرين اللي فاتوا على اخبار التاكس كات او الانخفاضات اللي هتحصل في الضرائب اللي هتحصل خلال الفتره اللي جايه. ده الحقيقه خلى ان يحصل موجه من التخوف من وجود نوع موجه تضخميه في السوق الامريكي، وبالتالي يحصل توقعات بان ممكن الفدرال الامريكي ان هو يتدخل ويعلي اسعار الفايده بوتيره اسرع مما كانت الناس متوقعاها، لان لما يبقى لشركات الفلوس في ايديها هتزيد، المرتبات هتزيد، الاقتصاد هيتحرك، وبالتالي ده ممكن يعمل حراك اقتصادي. فهو زي ما بيقولوا كده، يمكن كان في احد التقارير بيقول يعني شارب بقالتي ملحق ان الماركت بينزل لما الاقتصاد اتحرك بصوره اقوى مما كان الناس متوقعه، فبالتالي بيتوقعوا ان يحصل ارتفاعات في سعر الفايده. فهو ده يمكن اللي ادى للهزه اللي حصلت في خلال الكام يوم اللي فاتوا، انما في النهايه الناس واصله لمعدلات 26 و27 الف نقطه، فبالتالي مفيش اي حاجه لو خسر اللي هو خسره في شهرين خسره في 3 4 ايام.
احمد ليه ده مؤثر علينا؟ احنا مش مرتبطين بالبورصة الامريكية بشكل كبير، ليه ده اثر علينا بهذا الشكل النهاردة؟ بصي يا فندم، حضرتك قلتي احنا مش مرتبطين بشكل كبير، بس احنا مرتبطين. ما ننساش ان احنا السوق بتاعنا طول عمره منذ انشائه من الاسواق دايما اكتر الاسواق المنطقة المفتوحة قصاد الاجانب، اكتر اسواق فيها مشاركات من الاجانب ومن الصناديق بتاعة الاسواق الناشئة في السوق بتاعنا. فبالتالي دايما احنا السوق بتاعنا بيبقى من اكثر الاسواق تاثرا بالهزات اللي بتحصل في الاسواق اللي حوالينا، وخاصه لو كانت سلبيه. ولكن لا يصح الا الصحيح في النهايه، بحيث ان لو عندنا حاجات داخليه بتحركنا احنا لوحدنا بمعزل عن بقيه العالم، يبقى التاثير ده مجرد تاثير وقتي وبيرجع تاني الامور لطبيعتها. حتى لو حضرتك شفتي يمكن على مستوى المؤشر نزل نزله تعتبر كبيره شويه على او سريعه في مجرد في يومين، انما لما نيجي نبص على اسعار الاسهم هتلاقي معظم اسعار الاسهم خصوصا الاسهم اللي فعلا عندها ستوري بالفعل ما نزلتش بالقدر اللي الناس متخوفه منه. طيب يعني للمستثمر تقول له ايه يا احمد؟ يحط فلوسه فين؟ كتير من المستثمرين لما بيشوفوا الانخفاض في البورصات بالشكل ده بيروحوا على البونز، بيروحوا على الكوموديتيز، السلع. المستثمر يحط فلوسه فين؟ تمام. خلينا نقول يا فندم ان احد اسباب الهزات، هما ثلاث اسباب حصلت في مصر في خلال الاسبوعين اللي فاتوا بسرعه جدا. نمره واحد، التاثر بالاسواق الخارجيه. نمره اثنين، يمكن الجايدنس او الادفايس اللي جاي من صندوق النقد الدولي، ما تتسرعوش في تخفيض سعر الفايده، فبالتالي الناس اللي كانت متوقعه في نص فبراير شافوا ان ده ممكن يتاجل شهر او شهرين كمان. نمره ثلاثه، ان السوق بالفعل بتاعنا وصل لاسعار تاريخيه. لكن خلينا نتكلم على صوره اطول شويه، ان احنا كده كده هنمشي في سياسه نقديه وتوسعيه وماليه، فبالتالي هينخفض سعر الفايده، هتنخفض، اتاخرت شهر، اتاخرت اثنين، في الاخر مصيرها الى النزول، وبالتالي اسعار الاسهم هتبقى جاذبه جدا جدا جدا، وبالتالي هيبقى في اعتقد جذب للمستثمرين جدد للبورصه. بالعكس، الفلوس هتيجي على البورصه في خلال 2018 بمنتهى القوه، مرتبطه اكتر ببرنامج الطروحات سواء الحكوميه او الشركات العائليه. انا اعتقد 2018 هتبقى سنه ايجابيه جدا للبورصه، ونجني فيها ثمار الاصلاحات الجريئه اللي حصلت على السياسات النقديه والماليه خلال السنه ونص. هل الانخفاضات، هل ارتفاع رفع سعر الفايده في امريكا اللي متوقع ان هو هيبقى فيه ربع 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 خلال الاشهر القادمه، هل ده ممكن هيأثر ازاي على طرحنا للسندات؟ هيأثر ازاي على ايه يا فندم؟ على الطرح بتاعنا للسندات، ده معناه هيرفع الفايده ولا هيعمل ايه؟ والله يا فندم احنا عشان كده احنا لو تاخدي بال حضرتك احنا بنجري في الطرح بتاع السندات بتاعتنا. يمكن احنا طرحنا السند ده اول مره كان في ديسمبر، طرحنا بعديها بعديها بكام شهر طرحناه في مايو باقل حوالي 0.5% على كل التنورز، على كل الفترات. النهارده السوق السنوي بتاعها بيتداول باقل من الاسعار اللي احنا طرحناها بيها، فبالتالي من مصلحتنا ان احنا نلحق ننزلها دلوقتي قبل ما رفع سعر الفايده طبعا. بالظبط. فبالتالي لا، ده بالعكس، ده هيبقى ميزه كبيره جدا ان احنا نلحق نطرحها في خلال شهر فبراير قبل ما اي موف تحصل. ولكن اللي انا عايز اقوله ان احنا بنلاقي حتى ان هو السي دي اس او اللي بتعكس قدره مصر على سداد ديونها، بتعكس ان الناس واضح ان الثقه ابتدت تزداد في الاقتصاد المصري، وهي عباره عن زي ما بنسميها كره الثلج اللي بتكبر مع الوقت. صحيح. ونتوقع ان شاء الله باذن الله سنه افضل تبقى فيها جني ثمار الاصلاح. بشكرك احمد ابو سعد رئيس مجلس اداره راسمله لاداره الاصول. اذا هو يعني حاله عاليه جدا من التصحيح، ولكن ليست مفيش بانيك، يعني مفيش انهيار في الاسواق، في انخفاض ضخم في الاسواق لانها كانت الاسعار وصلت لمستويات عاليه جدا، ما كانش حد بيعرف يشتري هذه الاسهم سريعا جدا. احنا عندنا امريكا، وانا عارفه ان معايا دكتور خالد مجاد، بس دقيقه واحده. عندنا طبعا مجموعه من الاسباب. واحد، امريكا في اقل معدلاتها للبطاله من اربع سنوات، 10 مليون وظيفه حققها الاقتصاد الامريكي خلال السنوات الاربعه الاخيره. الخفض اللي عمله ترامب للضرايب انعش الاقتصاد اكتر، زود فرص التشغيل اكتر، وبالتالي كل ده بيخلي دفع للناس انها
يتم رفع المرتبات، لما بترفع المرتبات بيحصل ايه؟ السلع كمان بترتفع، فيبقى عندنا تضخم. يعني التضخم ده اصله له قصص كتيره جدا، فالتضخم ده هيواجهه ايه؟ هيواجهه انه الفيدرالي لازم هيرفع الفايده، فكل ده يطفش الزباين او يطفش المستثمرين من البورصه، فالناس بتلحق تبيع اسهمها في توقعات لرفع سعر الفايده. كل دي دايره. وبعدين تقولك ومصر بقى علاقتها ايه؟ لا مصر طبعا لها علاقه، لان احنا عندنا مستثمرين عرب كثر ومرتبطين بالبورصات الخليجيه، وهي دايره سيركل مرتبطه ببعضها البعض. ما ننتظره في مصر بضاعه جديده، طرح شركات جديده، ده مهم جدا جدا عشان يبقى في سيوله جديده في البلد، وان نلحق نطرح السندات قبل ما الفيدرالي يرفع اسعار الفايده. نرجع تاني لقصه مدرسه الشويفات، ومعايا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. دكتور مساء الخير، عملتوا ايه النهارده؟ مساء الخير مدام لميس. يعني خليني الاول ابدا اطمن حضرتك ان الحمد لله يعني احنا كنا عملنا خدنا عينات وعملنا بذر للسائل النخاعي وعملنا مزرعه وصبغه جرام، والحمد لله النهارده ظهرت جميع النتائج بالمعامل المركزيه سلبيه للبكتيريا. عملنا بي سي ار وده تحليل تاكيدي للبكتيريولوجي والفيرولوجي، يعني البكتيريا والفيروس، وظهرت نتيجه البكتيريا الحمد لله سلبيه ايضا للالتهاب السحائي الوبائي والغير وبائي. لا ماشي، التحاليل ده يا دكتور عشان افهم، التحاليل دي اتعملت للاطفال المرضى ولا اتعملت لايه بالظبط؟ لا يا فندم، ده اتعملت للطفل، للطفل محمد حسام. ايوه، الطفل محمود حسام عفوا، الطفل اللي احنا كنا او يعني كان في كلام تردد اقاويل ان هو مشتبه باصابته بالالتهاب السحائي، جاءت نتائج هذه التحاليل سلبيه الحمد لله للالتهاب سلبية الوبائي وغير الوبائي. يعني اذا الطفل ما عندوش التهاب سحائي. والحقيقه استاذ وزير الصحه شكل لجنه من اساتذه الاطفال واساتذه الانف والاذن والفريق الوقائي والمعامل المركزيه، دكتور رئيس المعامل المركزيه بوزاره الصحه ورئيس الطب الوقائي بوزاره الصحه، وكلنا كنا في المستشفى دلوقتي قبل ما اكلم حضرتك يمكن بنص ساعه عند الطفل، وتم توقيع الكشف الطبي عليه واطمئنان عليه، وقابلنا والدته وهي يعني زميله لينا في مستشفى الحميات، واطمئنينا ان الحمد لله الطفل تحسن كثيرا، وكل اللي عنده هو التهاب فيروسي بالمخ، ومن ساعه ما اتحجز في المستشفى لغايه النهارده حالته تحسنت كثيرا، بقى احسن الى الامام، هو بياخد مضادات للفيروسات، وده يعني هذا التشخيص او الالتهاب الفيروسي ده غير معدي على الاطلاق. كمان احنا نزلنا الحقيقه المدرسه الشويفات اليوم قبل ما نروح للطفل على طول المستشفى، وخدنا بقى تفقدنا البيئه الصحيه للمدرسه، ومن اول الفصول ودورات المياه والكافيتيريا والمطبخ والملاعب، وخدنا مسحات طبيه من الانف والحلق للعاملين بالمدرسه واللي هم المخالطين للطفل، وخدنا عينات ايضا من المياه والاغذيه اللي فحصها بالمعامل المركزيه، وده كله زياده تاكد وزياده اطمئنان. لكن خليني اقول لحضرتك ان الفريق اللي طلع من وزاره الصحه امس واول امس بيؤكد لنا تماما من خلال العينات اللي اتسحبت، ومن خلال ان هم يعني مناظره الاطفال اللي موجودين او الطلبه التانيين الموجودين في المدرسه، انه لم يظهر اي اعراض على اي احد سواء كان بيعمل في المدرسة أو سواء كان طالب حتى اللي مع محمود في نفس الفصل. طيب هل هيتم يعني تعقيم المدرسة مثلا كإجراء احترازي ولا إيه يا دكتور؟ شوف يا فندم، هم المدرسة متعاقدة مع شركة، وإحنا كشفنا عن الشركة وادونا الحقيقة بياناتها النهاردة ورقم الترخيص الخاص بيها، وهيجوا ان شاء الله يوم الخميس القادم هيعقموا المدرسه بالكامل، يعني الخميس بعد بكره ان شاء الله هيعقموا المدرسه بالكامل، وهينتقل فريق الطب الوقائي مره اخرى بعد الانتهاء من التعقيم لمراجعه العمل مره ثانيه في المدرسه، وهتكون ظهرت النتائج عينات المياه والاغذيه اللي احنا خدناها اليوم وعينات المسحات اللي اتخذت اليوم ويتم تحليلها في المعاهد المركزيه، وان شاء الله نطمن حضراتكم باذن الله انها ما فيهاش اي حاجه، لانه الحقيقه احنا عندنا برضو شواهد، عندنا شاهد الطفل والنتائج اللي ظهرت له، وان هو يعني كل حاجه جت سلبيه وما عندوش التهاب سحائي لا وبائي ولا غير وبائي، عندنا شاهد اخر ان كل المخالطين له كويسين سواء كانوا طلبه في المدرسه
الحقيقه البيئه الصحيه جيده جدا في المدرسه، وانا يمكن ما قلتش الكلام ده لحضرتك امبارح، لا بقوله النهارده بعد ما شفته بعينيا، يعني بقول حاجه بناء على حتى تقرير مكتوب، لا انا بقول على اللي شفته. البيئه الصحيه في المدرسه يعني رائعه، وفي اجراء يومي عندهم لتعقيم المدرسه بدون ما يبقى فيه اي اشتباهات او اي مشاكل او خلاف. طب خليني بقى ألخص تاني الكلام اللي قاله دكتور خالد مجاد. أولا لازم أشكر وزارة الصحة على هذا التحرك السريع، وطبعا وزارة التعليم على هذا التحرك السريع والتعاون اللي بينهم، لأن الحقيقة مجهود ممتاز ورياكشن مفتقدين وسريع. الحقيقة احنا سعيدة جدا ان هذا رياكشن، هذا رد الفعل السريع ده المحترم العلمي بيتم اتخاذه، وده لكل الامهات اللي لسه بيكلموني ولسه بيبعتولي. دكتور خالد مجاد، اولا زاروا الطفل اللي هو في جريد 6 اللي هو مصاب بالتهاب فيروسي في المخ، يا رب يقوم بالسلامة يا رب، والتقوا بوالدته. كل الناس اللي بعتتلي تقولي حالته بتسوء، حالته بتتدور، ده غير حقيقي طبقا لكلام دكتور خالد مجاهد. كل المساحات والتحليلات اللي اتخذت منه ليس لديه التهاب سحائي، يعني ما عندوش مانجايتس، كله طلع، كل النتائج طلعت سلبيه. عنده يعني فيروس المخ، دي قصه ثانيه، وعايزين نعرف بقى الاسره والجيناتكس، وفي قصه ثانيه لازم في بحث اخر. اتنين، تم اخذ عينات. الدكتور خالد مجاد بيقول انه البيئه الصحيه في المدرسه، في مدرسه الشويفات، هي بيئه ممتازه، وبيتم تعقيم المدرسه بشكل دوري، وان اوريدي المدرسه متعاقده مع شركه ستعقم المدرسه يوم الخميس، وحيتم زياره اخرى من وزاره الصحه للتاكد من كل الاجراءات. ووزاره الصحه بتقول ان البيئه الصحيه لهذه المدرسه ممتازه، تم اخذ عينات وبذل من العاملين بالمدرسه والمياه والاغذيه وكل المناخ الصحي للمدرسه لتحليلها والتاكد منها. هل في اي معلومه ثانيه يا دكتور تحب تضيفها؟ يعني عايز بس اضيف حاجه مهمه برضو. الحقيقه انه يعني الالتهاب الفيروسي المخ ده ممكن يجي لاي حد بعد نزله برد يتعرض لها، ممكن يجي بعد نزله معويه يتعرض لها الطفل، لكن ده مش معناه ان الطفل برضه عنده حاجه يعني ممكن تؤثر على اللي حواليه او ممكن تاذيهم. عايز اكد على الحته دي علشان يعني ما يعني برضه اولا الحاله النفسيه للطفل نفسه وللمحيطين به ولوالدته والاسره بتاعته دي حاجه مهمه. احنا ما ينفعش يعني نبقى بنحسس الناس انه لا الطفل ده لو دخل المدرسه هيعمل مشكله. ما لا هو دي بقى نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها الحقيقه. لا الطفل ما فيهوش اي مشكله خالص ويرجع يعني مدرسته عادي ويرجع يلعب مع اصحابه عادي، هو وجوده لا يشكل اي خطر ولا اي مشكله اطلاقا على المحيطين به والمخالطين له. ده التهاب زي التهاب يا فندم. انا ممكن يجي لي النهارده نزله برد واقعد في البيت يومين وابقى كويس وانزل تاني ارجع شغلي وارجع مدرستي وما يحصليش اي مشكله. دكتور امهات كتير سالوني طيب التطعيم بتاع ضد المانجايتس، هل التطعيم ده بيبقى له توقيت؟ انا فاكره كده دكتور خالد. التطعيم ضد المانجايتس يا دكتور. التطعيم يا فندم ضد المانجايتس بيكون في اولى ابتدائي، اولى اعدادي، اولى ثانوي. صح. وخليني اقول لحضرتك ان احنا طبعا حمله التطعيم دي بننفذها على كل المدارس. وفي المدارس الخاصه بتطلب، والحقيقه مدرسه الشويفات ضمن المدارس اللي بتطلب حمله للتطعيمات. وعلى فكره احنا سالنا والدته اليوم واحنا بنتفقد حالته في المستشفى وهي طبيبه، وقالت ان ابنها واخد كل التطعيمات، والمدرسه بشكل عام طلبت من الوزاره ان يكون في يعني ان هم متقبلين واولياء الامور متقبلين ان الوزاره تعمل لهم، قطاع الطب الوقائي يعمل لهم حمله للتطعيم كل المدرسه، واحنا تم الاتفاق على ده وهيبدا تنفيذه على طول بعد اعاده فتح المدرسه مره اخرى. حقيقي بشكر فعلا السيد وزير الصحة، السيد وزير التعليم دكتور خالد مجاد، كل الدكاترة اللي زاروا المدرسة النهاردة اللي عملوا هذا المجهود. بس هنا بقى بيبقى فعلا احنا عندنا ثقة في الحكومة، عندنا ثقة في الدولة، عندنا ثقة في المجهود اللي هم بيعملوه والتحليلات اللي بتعملها، فبنقطع الشك باليقين. بشكرك دكتور طارق شوقي انك يعني فعلا خدت هذا القرار الحاسم الباتر الواضح جدا بإغلاق المدرسة 3 أيام احترازيا، لكن كل الأمور سليمة. أرجوكوا الطفل ده ما عندوش أي مشكلة، ده عنده التهاب فيروسي
هيروح ان شاء الله بادويه عاديه جدا باذن الله، يعني ده طبعا للاطباء يقولوه، يرجع مدرسته، يلعب مع اصحابه، يلعب مع اخواته. ده مهم جدا، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الطفل ده عشان ما يبقاش بقى فيه ان هو تم تسليط الضوء عليه، وانتوا عارفين بقى العيال بقى يعني الامور بتتطور ازاي، وغير معدي اللي عنده ده، غير معدي على الاطلاق ومش مانجايتس. نخرج فاصل، وبعد الفاصل كابتن اسلام الشاطر، وبعده سينما البسطاء عاطف الطيب. We'll be right back.